مجزرة جديدة من مجازر عصابات الأسد راح ضحيتها 33 شخص مدني، ومن بينهم بعض العساكر المشقين. تم توثيق جميع الذي تم التعرف عليهم من قبل أهاليهم، وأغلبية الجثث لم يتم التعرف عليها، وتم توثيقها ودفنها وفق الأصول الشرعية. وسنقوم الآن وضعناها في المقابر، سنقوم بردم التراب عليها، ونسأل الله أن يتقبلهم ويجعلهم شهداء. أمين. أستاذ إبراهيم، كم جثة اللي ما تم التعرف عليهم؟ ما تم التعرف عليها تقريبا 26 جثة. 26 جثة. والباقي منهم تعرف عليهم أهليهم ومنهم ما تعرفوا، لأنه أغلبية الجثث كانت مشوهة ومحروقة، فكان صعب التعرف عليها بشكل واضح.